تم إزالة أو السيطرة أو عدم وجود أي زيت في محطتين، طبعا كان هو يؤثر على محطة الزور الجنوبية والشمالية، وتم إزالتها. الآن محطة الزور الشمالية شغالة 100% سواء كهرباء أو ماء، وأيضا طبعا الزور الجنوبية ما كان عليها تأثير في الكهرباء والماء، فالحمد لله يعني عدت المشكلة على خير وتم السيطرة عليها. هذا أمر احترازي طبعا عندنا سواء كمحافظة على المعدات أو لا أو على إنتاج المياه، إن إذا شفنا أي نسبة لو كانت قليلة من الزيت دخلت الأويل اللي هو كان موجود في البحر، فاحترازي لازم إحنا صحة الإنسان ومن بعدها المعدات أيضا نحافظ عليها. فكان اتخاذ الإجراء هذا يعني تقريبا يوم أو يوم ونص، والآن ردت المحطة بكامل طاقتها سواء مياه أو كهرباء في الخدمة.